هذه الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم في أزمة الماء والحفاظ على الماء وحسن تدبيره، تجد الخطارة حياة جديدة لتعطي كذلك لتكون جزءا من الحل. فهي منظومة اقتصادية اجتماعية تاريخية تضيف معارفها ومهارتها كجزء من الحل لهذه الأزمة المائية الوطنية والدولية. وإن شاء الله من خلال هذه الندوة المباركة التي سعدنا بها جميعا هذا اليوم، كان لحضور الخطارة حضور قوي وعميق في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. فهنيئا للمغرب بمعارفه ومهاراته، وهنيئا للمغرب بمكانته الدولية والإفريقية والوطنية والمغاربية تحت المنظور السامي لصاحب جلالة محمد السادس نصره الله. ألف شكر. الصلاة والسلام على رسول الله. الاسم البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد، أستاذ الاتصال الدولي ومدير المركز النيجيري للبحوث العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي للمستعربين الأفارقة. لي الشرف بالدعوة الكريمة من مؤسسة مفتاح السعد اللامادي لرأس المال اللامادي للمغرب ووزارة الثقافة المغربية بالحضور لهذه التظاهرة الثقافية معرض الكتاب الدولي بمدينة الرباط. وبهذه المناسبة وبهذه المحاضرة أو الندوة عن الخطارة أو المنشآت المائية والجهود الحفاظ عليها، طبعا الورقة تحدثت عن كيف يمكن أن نستخدم التطبيقات الرقمية للحفاظ على المنشآت المائية في المملكة المغربية وفي العالم أجمع. طبعا التطبيقات الرقمية أصبحت الآن هي الشغل الشاغل العالم، وهو المستخدم، وهي من مؤشرات الحياة التي نعيشها في هذا الوقت. لأن الجيل اليوم أو كلنا حتى الجيل الكبار أصبح الآن يتعامل ويتعاطى مع التطبيقات الرقمية. فالتطبيقات الرقمية تسهل لنا الوصول أو الفهم للمنشآت المائية، مشكلاتها والتعريف بها، وللمهارات التي يمكن أن نتعلمها أو يتعلمها المنخرطون في المنشآت المائية وفي العمل في مجال الخطارة. وهناك المهارات الجديدة التي يمكن أن نتعلمها عبر هذه التطبيقات. التطبيقات الرقمية ميزتها أنها تصل إلى الجميع، وأنها بدون جهد كبير يبذل من قبل المستخدم، وأيضا لأنها فيها إمكانية ومميزات كثيرة لتبسيط المعارف المعقدة للوصول وللفهم وللتعاطي. هذا نبذة سريعة عما تقدمت به في خلال هذه الندوة المباركة. ناصر حسن، جيت من انتزاري عملات عملات زقوره قياده التجاري. العمله وفي الزمن دابا هذه كاين شي 200 عام ولا اكثر من 200 عام خدام به الاولين، ياك اللي عنده دابا سميتو اللي عنده دابا هذا تنقول له حنا تنست، اللي عنده وحده كيشد وحده، اللي عنده جوج كيشد جوج، اللي عنده ثلاثه كيشد ثلاثه، كاين اللي فران دابا وكاين هذوك اللي كيش اللي كي هذوك اللي سميتو اللي كيشد الماء، يا كيدير هذا كيدير الفران الحزمه ديالو الا كان عنده وحده، كيدير الحزمه وحده ولا فران، وكان سميتو هذا كيدير وحده الا كان عنده جوج كيشد جوج، عنده وحده كيشد وحده، عنده ثلاثه كيشد ثلاثه، عنده اربعه كل واحد اللي عنده. ولكن هذا الشيء كان قبل ما تكون الساعه. لا قبل هذا الشيء، قبل الساعه. هاد الساعه كاينه في 1978 وهذه خدام بها الاولين، خدام بها الشيوخ الاولين اللي كاينين، كاين خالي بوهو علي، كاين الحاج جدير، كاين بعروب، كنقول له بعروب، كاين خالي احمد، خالي برامنيتو غزام، هذيك اللي خدامين في 1930 وهكاك 25، هذه راه كان قبل 1900 باش كاينه. المهم هذا الشيء لا ما كاينش، ما كاينش لما دابا بالخطاره، لا ما لا كاينه بقى الخطر، ولكن ما كاينينش ناشفه، حيت زرين دابا النخل كاع ما كاينش، حتى هو مشى النخل ديال تزارين، خصنا شي سد زعما. لا كاين شي سد عندنا في البلاد دابا، هو اللي غيشد الروح شويه في البلاد. الا ما كاين سد زعما غادي شويه غادي يرحلوا مال البلاد، حتى الماء ديال الشرب قليل ما كاين. الخطر عندها دور كبير في المجتمع القروي، حيت ما يمكنش نحيدوا التاريخ ديالها، هي كتعتبر تاريخ المجتمع القروي، وهي شي حاجه مهمه من اجل الحفاظ على الموروث الثقافي والموروث المائي. لهذا خاص التعريف ديالها وخاص التوعيه في هذا المجال، هذا سورتو في هذه الفتره اللي كنعيشوا ديال الجفاف في المناخ، زعما
المغرب غادي في مناخ شبه صحراوي، غادي تقريبا كنعيشوا دابا واحد الجفاف زعما صعيب. خاصنا نرسخوا الفكره ديال الخطاره باش الناس زعما ما يبقاوش يحفروا ابار فرديه، باش يعاونوا في لو بارطاج ديال لي زو سوتيرين، باش هكا غادي يكون كلشي كيستافد من الماء، العكس ديال ان واحد كيحفر بير وكيستافد منه غير راسو. هذه هي الفكره ديال الخطاره، هو الفكره ديال انه خاص يكون لو بارطاج. الناس كيفرقوا واحد الماء في واحد الاوقات الزمنيه حسب شيخ الخطاره كيحدد هذوك الاوقات، وكل واحد كيستافد من هذيك الفرشه المائيه، عكس انك تحفر بير وتستافد منه بوحديتك وتحرم الناس اللي دايرين بك. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.